مبروك 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 جمهورنا الغالي. مبروك. نعم نشوف هون من ينزل عرض الملعب بعد بيخلونا. هلا صارت مشكله قبل ما تخلص اللعبه وعن صفره الحكم. بدي احاول انزل بس ما عم بيخلونا. الف الف مبروك لشعب حطين العظيم. مثل ما شايفين لهلا العسكر ما عم بيخلونا ننزل ومعنا بطاقات اعلام. كنت قاعد انا بين الجمهور عم صور وعم شجع. مبروك لشعب حطين العظيم اللي بسوريا وبرا سوريا. مبروك 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 لكلكم على 20,000 متفرج قلب الملعب. انحرموا منكم بالملعب. مبروك ان شاء الله. الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك يا شباب. مبروك لشعب حطين العظيم. مبروك لشعب حطين. كلهم دخلوا الا انا. يعني الا انا ومعي بطاقة اعلامي. مرني يا اخوي مرني مرني مرني. مبروك اخواتي مبروك مبروك. هاي فرحة شعب. منصة مليون منصة بعد 20,000 متفرج انحرموا يكونوا بالملعب. انتوا رجال انتوا رجال. كابتن حسين الف الف مبروك. يبارك فيك. الف مبروك. شو بتحكي؟ نحن من اول موسم انا قلت كلمتين الفرح رح يضل بالمدرج الشمالي. الف الف مبروك. الف الحمد لله. الف الحمد لله. مبروك. هذا الفوز للجمهور. هذا الفوز للجمهور اللي انحرم فرحه كثير. وبنعرف كلنا نحن كيف ننحرم الفرح. الله كبير. وهي الفوز. مبروك لكل شعب حطين اللي بسوريا وبرا سوريا. شاهير شاهير. هات العلم هات العلم هات العلم. مبروك. هذا جمهور نادي كبير. هذا جمهور نادي عريق الأعرق والأقدم باللادية. لما بينحكى على الاعلام انه 13 سنه حطين ما فاز على 20 لازم يحكوا معه انه بها 13 سنه ما لعب الا تقريبا 6 مباريات من بعد 2016. هي معلومه مغلوطه. بعض الاعلاميين اللي بنعرف مين هن حكوا هي الكلمه. حطين ما بينزل. حطين ما بينزل. حطين ما بينزل. الف مبروك ست طوفي. نحن على البث المباشر. شو بتحكي كلمه للجمهور؟ ان شاء الله دائما نحن هيك بنربح وبنفرحكم باذن الله لكم تستاهلوا الفرحه. الله يوفقنا ان شاء الله بالقادمات يا رب يا رب يا رب يا رب.
في امل كبير ناخذ دوري، هذا الشيء بايد رب العالمين. نعرف انه هي المباراة مثل اي مباراة، ثلاث نقاط مهمة لنا. والف مبروك لشعب حطين العظيم. باذن الله نحن ابطال الدوري، باذن الله يا شباب. يا رب باذن الله. باذن الله نحن ابطال الدوري. باذن الله يا رب. مبروك لكل حطيني. مبروك لكل بيت حطيني. مبروك للاذقيه كلها. مبروك مبروك خال، الف الف مبروك. مبروك للاذقيه كلها. شاهير شاهير شاهر، نحن على البث المباشر لصفحه النادي الرسمي. الف مبروك. شو بتحكي لجماهير حطين وبس، لجمهور حطين وللكادر وللاداره. الحمد لله قدرنا نربح رغم الشوب الظروف السيئه بالفريق. الحمد لله ربحنا، اخذنا ثلاث نقاط كنا بنستحقها بصراحه، لانه امتلكنا الملعب كله. هن خطيرين، فريق كبير ما اختلفنا، بس نحن الافضل دائما، رحنا اسمنا فوق. هالسنه ما بربحوني، طول ما انا بصد بحطين ما بيربحوني ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. الف مبروك بازوكا. نحن على الصفحة الرسمية، شو بتحكي من شان هذا الفوز بالنسبة للجمهور اللي الحطيني اللي بسوريا وبرا سوريا؟ في كتير عم بيتابعونا، نحن اللي برا سوريا الحطينية عم بيتابعونا نسبة كبيرة كتير كتير، ناطرين كانوا فرحة والحمد لله اجت هالفرحة. شو بتحكي لنا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لجماهير نادي حطين. بصراحة يمكن هذا أقل شيء نحن بنعمله للجمهور. هاي السنة ممكن إنه نحن كنا قاب 50 أو أدنى من إنه ناخذ دوري. نحن يمكن هي رد اعتبار او رد دين للجمهور. انا بعرف الجمهور متعطش لحتى يفوز على شيرين. نحن هي اخر شيء رياضه. مبروك لجماهير نادي حطين، مبروك لرجال نادي حطين. اليوم الكل ما قصر، لكن كان ممكن انه نزيد الغله. بنوعده انه ان شاء الله المباراه القادمه تكون نهائي كؤوس، لان ثلاث مباريات متبقيه، وننتظر ان شاء الله تعثر ال 90 كمان حتى ان شاء الله نحافظ ان شاء الله باذن الله. ليش ما ننافس على الدوري يعني باذن الله؟ نحن انظلمنا شوي، لكن الحمد لله الله عوضنا بهي اللعبه. بس لسه ما انتهى الدوري، في ثلاث مباريات لازم نلعب بكل اخلاص مثل اليوم ما لعبنا، وان شاء الله الله يوفقنا يا رب. الف مبروك كابتن عبد الرزاق. مبروك للجمهور اللي كان اللي ما قصر بالمنصه. هذا الجمهور كان عن 20,000 متفرج على المدرجات بقرب الملعب. هذا جمهور خالد خالد ابو الصيف. مبروك مبروك خالد كوجلي، نحن على البث المباشر. شو بتحكي لنا؟ كان لك الفضل، سجلت هدف ولا اروع المدنيه. شو بتحكي لنا من شان هالفوز وهالهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الجمهور بيستاهل، بيستاهل انه يرجع الكوجلي على ناديه، بيستاهل انه يرجع وينبسط هذا الجمهور. الحمد لله رب العالمين، املنا اللي علينا ان شاء الله يا رب العالمين. هسه بهالثلاث لعاب نقدم اللي علينا، شو بيجي من رب العالمين يا محلى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك خالد، انت اصلي. بدي احكي كلمه بس للشباب اللي ما قدروا يفوتوا على الملعب واللي هن باللاذقيه. هذا الملعب كنا نشوفه نحن مليان، هذا ما تعودنا الا مليان، بس الله طعمنا الفوز وكم مليان غير المنصه بسبب اوضاع معينه بسبب الكورونا. هلا جمهور حطين الكل باللاذقيه، كل جمهور حطين اللي باللاذقيه، باذن الله بساحه حطين، ساحه حطين هيك اسمع، باذن الله هلا بساحه حطين رح نشوف اللاذقيه مرتنا. وبنعرف هذا الشيء من زمان كثير، نحن لما بفوز حطين اللاذقية إلى طعم تاني. فريد فريد وقت ولا ما وقت وقت ولا ما وقت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. مبروك فريد، الله يبارك فيك، اداء كثير حلو بمباراة اليوم ومباراة الجيش، وكان لك هدف ولا اروع يعني. انت ساهمت الجيش على تشرين، شو بتحكينا عن المباراة؟ الف مبروك. احكي لها الجمهور كلمة. الف الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا، وهذا
هذا الشيء بيستحقه هالجمهور الكبير، هالجمهور الكبير بيستحق الفرح دائما، هالجمهور دائما كان مظلوم وهلا عم يرجع ايامه، الف الحمد لله رب العالمين، بنوعدهم لسه بالاكثر، باذن الله بنوعدهم بالاكثر، بس اصبروا علينا، باذن الواحد لحد، والف مبروك مره ثانيه ودائما مبروك، خلي لي قلبك يا مجد. مبروك مبروك كابتن فريد، مارديك مارديك وين عم تهرب؟ شو بتحكي لنا كلمة عن الفوز؟ والله الفوز، والله فوز كثير مهم. يعني والله بتشكر كل جمهور حطين، وقف معنا بالمباريات الصعبة، ومهدينا هذا الفوز لله الحمد لله. ألف مبروك كابتن، ألف مبروك. عم نشوف رئيس نادي حطين، محمد الأستاذ محمد جود، مرفوع على الأكتاف. أستاذ أبو أناس، أستاذ أبو أناس، نحن على البث المباشر لنادي حطين. على عيني مجهودة. تحكينا كلمتين مشان هالفوز وهالجمهور. ألف مبروك لهالجماهير الحلوة. نحن اليوم الحمد لله قدرنا نسعدهم كلياتهم. وهي لعبة ديربي، كانت لعبة حساسة جدا، والحمد لله أخذنا فيها 3 نقاط. وعنا باقينا 3 لعب ليخلص الدوري، كل لعبة بدنا نلعبها كأني عم نلعب على كأس. ان شاء الله لنشوف بالاخر شو الله بيوفقنا بالنهايه. والف مبروك لهالجماهير الحلوه، والف مبروك لان تعبنا كثير، والحمد لله انحصد تعبنا بهالشيء هذا. يعطيك العافيه، مجهوده حبيبي. شكرا لك استاذ ابو اناس. هذا جمهور وفي، هذا الجمهور شايفينه، هذا جمهور عظيم، هذا جمهور عظيم. حطينية مهما صار على حبه نحن ربينا. أهل الوفا حطينية، أهل الوفا اللي ما قدروا يدخلوا على الملعب، انتظرونا بساحة حطين. مبروك خال، مبروك. بس بس خد خد الاستاذ من احمد. شباب البلادية، البلادية هلا عم بيخبروني على الساعة 9 احتفال قدام ساحة حطين. الساعة 9، الساعة 9 عند النادي، هيك الشباب بدهم من هلا، الجمهور بده من هلا، بس على الساعة 9 في احتفال، تعالوا بكير. النادي 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 هلا بعد اللعبة خبرا يا خالص. بإذن الله يا رح نكون معكم، بإذن الله خوي عرفت، بإذن الله يا رح نكون معكم بس مباشر على صفحة النادي. هلا بنشوف، بس لحظة، بس خليه خليه لأحمد، أنا آسف شباب. بإذن الله يا رح نكون بس مباشر على الصفحة الرسمية للاحتفال. إيه يا رح نصور تسجيل وننزل على الصفحة الرسمية بإذن الله. ألف ألف مبروك، مبروك أخوي، مبروك إلك، مبروك إلك، مبروك يا أصلي، كلكم أصلية، مبروك إلكم كلكم كلكم، وفرحاني مبروك 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 إلكم كلكم. هاي فرحة شعب، من زمان نحن كنا ناطرين فرحة بشكل عام، يعني ما بس ديربي، نحن ناطرين فرحة. والله صدقا صدقا ما إلي قلب، ما إلي قلب أطلع أترك من أترك البس، بس أنا رح أطلع هلا من الملعب وبوشنا على ساحة الاحتفال، ساحة حطين. في البعض بده يقول يعني شو صار، فاز حطين، ايه هي المباراة 3 نقاط ما اختلفنا، بس اللاذقية رح تشوفوا إلى طعم تاني، اللاذقية إلى طعم تاني. هيك عم بيقولوا لي العساكر مشان اطلع. شباب انا بدي استأذن منكم، الف الف مبروك الفوز،
مبروك لكم، مبروك للجمهور حطين اللي برا سوريا قبل جوا سوريا. ألف مبروك للكل، لكل حطيني ولكل بيت حطيني ولكل شارع حطيني. لا تواخذني، طالع يلا طالع. ألف مبروك لكم كلكم أخواتي، ألف مبروك. قبلوا تحيات كادر العمل، إن شاء الله راح نكون معكم ببث مباشر جديد بإذن الله للاحتفال. السلام عليكم وألف مبروك.